السلام عليكم اعزائي طلبة السنة الثانية ثانوي جميع الشعب مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم ان شاء الله راح نشوفوا كيفاش نحسبوا احتمال الاحتمال بالاعتماد على شجرة الامكانيات يعني كيفاش نديروا شجرة الامكانيات نقولوا شجرة الامكانيات وليس شجرة الاحتمالات لان شجرة الاحتمالات غير مقررة للسنة الثانية ثانوي في السنة الثالثة في الثالثة ان شاء الله راح شجرة الاحتمالات واش الفرق بين شجرة الامكانيات وشجرة الاحتمالات دوك نقول لكم واش الفرق بيناتهم نبداو بالتطبيق الأول، قالك نرمي النقود متوازنة ثلاث مرات متتالية، أ آه هي الحادثة حادثة الحصول على ظهرين ووجه، قلنا الحادثة هي جزء من مجموعة <hesitation> آه من مجموعة أوميكا، قلنا هي جزء من المجموعة أوميغا شفناها في الفيديوهات السابقة وش معناها الحادثة وشرحنا أيضا بعض المصطلحات، قلنا أه هي حادثة الحصول على ظهرين ووجه. نرمز للظهر ب P والوجه ب F قالك السؤال الأول أنشئ مخططا يوضح كل الحالات ولا نقدر نقول أنشئ شجرة الإمكانيات لهذه الحالة المخطط اللي عندي قالك نرمي نقود متوازنة ثلاث مرات ثلاث مرات معناتها عندي الرمية الأولى كي نرمي الرمية الأولى واش يقدر يخرج لي إما يخرج لي الظهر اللي سميناه بي ولا الوجه اللي سميناه اس فاس بيل وفاس هذه الرميه الاولى الان في الرميه الثانيه في الرميه الثانيه مثلا في الرميه الاولى خرج لي بيل نعاود نرميها واش يزيد يخرج لي ممكن يخرج لي الظهر ولا ممكن يخرج لي الوجه ايضا نفس الشيء بالنسبه للوجه مثلا خرج لي في الرميه الاولى الوجه في الرميه الثانيه ممكن يخرج لي الوجه ممكن يخرج لي الظهر الرمية الثالثة بنفس الطريقة الرمية الثالثة هنا خرج لي الظهر آه... مثلا في الرمية الثانية خرج لي الظهر في الرمية الثالثة ممكن يخرج لي الظهر ممكن يخرج لي الوجه في الرمية هذه الثانية مثلا خرج لي الوجه ممكن يخرج لي الظهر في الرمية الثالثة ممكن يخرج لي الوجه نفس الشيء بالنسبة لهذه بيل وفاس بيل وفاس اذا هنا راني انشات مخطط يوضح كل الحالات رميه الاولى رميه ثانيه ورميه الثالثه هذه نقول عليها شجره الامكانيات اما شجره الاحتمالات هي شجره التي نكتب عليها الاحتمالات هنا اللي تلقاو الاعداد فوق هذه نقول عليها شجره الاحتمالات هذه غير مقرره للسنه الثانيه ثانوي اما شجره الامكانيات في البرنامج العام ما كاش شجره عندي شجره الامكانيات فقط يعني بهذا الشكل هنا درنا المخطط السؤال الثاني يقول استنتج احتمال الحادثة أ اثنين احتمال الحادثة أ وقلنا أ هي الحادثة الحصول على ظهرين ووجه الحصول على ظهرين ووجه ظهرين ووجه إذا الأ تاعي واش يساوي بالنسبة من المخطط تاعنا ناخذو هذا الا الا واش يساوي قلنا ظهرين ووجه عندي هنا بيل وبيل وبيل يعني بي 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 هنا نقدر ندير مجموعة مجموعة اوميغا من شجرة اوميغا تاعي واش تساوي نقدر ناخذ كامل الامكانيات نقدر نخليهم كيما راهم هكا بي 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 احتمال الأول يعني في الرميه الاولى يخرج لي بيل رميه ثانيه يخرج لي بيل رميه ثالثه ايضا يخرج لي بيل. الرميه ممكن ايضا في الرميه الاولى بيل رميه ثانيه بيل رميه ثالثه فاس ثاني ناخذ كامل هذه الاحتمالات بيل 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 او بيل 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 فاس بيل بيل فاس ولا بيل فاس بيل بيل فاس بيل, بيل, فاس بيل. او بيل فاس فاس او فاس فاس بيل او فاس 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 او فاس بيل بيل او فاس بيل فاس اذا مجموعه الاحتمالات اللي عندي هي وحده زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذه هي المجموعة الكلية المجموعة الكبيرة أوميكا خذيناها من شجرة الإمكانيات قالك إحتمال حصول على ظهرين ووجه الظهر قرن نزولو بالرمز بي والوجه رانو نزولو بالرمز إف ظهرين ووجه وين عندي ظهرين ووجه عندي وحدة ظهرين ووجه عندي الثانية بيل بيل وعندي هذه أيضا إذا بيل بيل فاس عندي بيل فاس بيل وعندي فاس بيل بيل هذه هي الحادثة أ اللي هي احتمال ظهور وجهين ظهرين عفوا ووجه ممكن لكم الحادثة أخرى الحصول على وجهين وظهر او الحصول على ظهر فقط او الحصول على الحادثه هكذا ناخذ فقط من الشجره تاعنا ولا من من المجموعه الكليه اوميغا اذا لقينا انه A يساوي ثلاث عناصر قالك هنا احسب احتمال استنتج احتمال الحادثه ا قلنا باش نحسب احتمال حادثه شفنا في الفيديو السابق نظريه لابلاس باش نحسب احتمال حادثه يعني بي دو ا واش يساوي يساوي عدد عناصر الحادثة تاعنا أ على عدد عناصر أوميغا حيث الآن في هذه الحالة عدد عناصر أ لقيناها هي ثلاثة وعدد عناصر أوميغا أن يساوي ثمانية إذا احتمال ظهور الحادثة أ هي ثلاثة على ثمانية هكذا تحصلنا على هذا الاحتمال هذا الحادثة نزيدو نشوفو تطبيق آخر حول شجرة الإمكانيات كيس يحتوي على خمس قريصات تحمل الحروف أ ب ك M N نسحب من الكيس قريصتين على التوالي دون إرجاع دون إرجاع يعني معناتها كي نسحب الأولى ما حاش نرجعها باش نزيد نسحب الثانية يعني بدون إرجاع كي نسحب الأولى التالية نسحب مراها مباشرة الثانية ما نزيدش نرجع هذيك الأولى دون إرجاع نسطر على دون إرجاع فنحصل على كلمة من حرفين لا يهم ان كان لها معنى او لا يعني الكلمه اللي تخرج لي ما يهمنيش اذا عندها معنى ولا لا السؤال الاول انجز مخطط بشجره لهذه التجربه قلنا كيس يحتوي على خمس قريصات تحمل حروف ان ام ك ب ا نسحب من الكيس قريصتين على التوالي الان واش نروح ندير ندير السحبه الاولى السحبه الاولى مثلا اما يخرج لي ا ولا ب ولا ك ولا ام ولا ان هذه هي السحبه الاولى السحبه الثانيه ممكن يجيني اذا خرج في السحبه الاولى هنا قالك دون ارجاع ممكن يجيني بي ولا ك ولا ام ولا ان لو كان قال بالارجاع زيد تظهر لي ا كاحتمال يعني تخرجي ا ا هنا مادام قال دون ارجاع معناتها نحي الاحتمال تاع السحبه الاولى هذه السحبه الثانيه السحبه الثانيه هذو السحبه الاولى وهنا ندير السحبه الثانيه ممكن في السحبه الاولى ظهر لي الحرف ب السحبه الثانيه ممكن الا ولا الكا ولا الام ولا الان قلنا لو كان بالارجاع نزيد الاحتمال ب لاني يعني رجعت القريصه رقم 1 مادام هنا قال لي بدون ارجع يعني نحي الاحتمال الاول ممكن يظهر لي ا ولا بي ولا ام ولا ان يعني نحي الاحتمال ك فقط ممكن يظهر لي ا ولا البي ولا الام ولا الان ان في الصحبة الاولى ممكن يظهر لي ا ولا بي ولا ام ولا الكا يعني نحي فقط الان هذه هي شجرة الامكانيات تاعنا انجز مخططا بشجرة لهذه التجربة انجزنا المخطط بشجرة السؤال الذي يليه يقول استنتج عدد الكلمات التي يمكن تشكيلها استنتج عدد الكلمات التي يمكن تشكيلها يعني بالاعتماد على هذه الشجرة نحسب اشحال من كلمة نقدروا نشكلوها يعني وقال لك هذه الكلمات من حرفين ولا يهم هذه الكلمة اللي عندها معنى ولا لا ممكن تشكل لي أبي ولا أكا ولا أم ولا أن يعني وش نروح ندير عندي في السحبة الأولى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عندي خمس احتمالات في السحبة الأولى في السحبة الثانية كل احتمال عنده أربع احتمالات واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني ندير أربعة في خمسة يساوي عشرون واللي ما يعرفش يدير هكذا يروح يحسبهم واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اتناش 13 14 خمستاش ستاش سبعتاش 18 تسعتاش عشرين مباشرة يقول يساوي عشرين اذا عدد الكلمات هي عشرون كلمة يعني عشرين كلمة يمكن تشكيلها من خلال هذا المخطط وهي موضحه في هذا المخطط واللي هي اوميغا يساوي أ بي ا ا ام ا ان ولا بأ بي ا بي كا بي ام بي ان كا ا ك بي كا ام كا ان ولا ام ا ام بي ام انا ك عفوا ام كا ام ان ولا ان ا ان بي ان ام ان كا يعني هذو هما الكلمات اللي نقدر نشكلهم من حرفين اللي هما عشرين كلمه السؤال الثالث يقول احسب احتمالات الحوادث التالية أو واحد الكلمة تبدأ بحرف الـ, الـ أ يعني الحادثة الأولى أو واحد هي الكلمة قالك الكلمة تبدأ بحرف أ واش نروح ندير ندير أو واحد يساوي نكتبهم الكلمات اللي يبداو بحرف الأ مادام في السحبة الأولى خرج لي أ غير هنا اذا ناخذ فقط هذه الاحتمالات اللي هما ا بي ولا ا ولا ا ام ولا ا ان اذا هذو هما الاحتمالات اللي عندي ان الكلمه راه تبدا بحرف الأ وبالتالي بي دو او يساوي دو او واحد يساوي واحد زوج ثلاثة ربعة يعني ربعة من عشرين لأن أوميغا تاعي فيها عشرين كلمة قلنا احتمال حادثة هو عدد عناصر الحادثة على عدد عناصر أوميغا يساوي ربعة على عشرين كي نختزلوها على اربعة تعطيني واحد على خمسة وبالتالي بي دو واحد يساوي واحد على خمسة ثانيا ثالثا الكلمة تشمل الحرف ب أو الحرف أم يعني الحادثة الثانية اثنين قالك الكلمة تشمل الحرف ب او ان يعني كلمة تاعي اما فيها حرف ب او حرف ام ما يهمنيش ب من تبدا مهم فيها واحد من هاد الحروف وبالتالي اثنين يساوي نروح ناخذهم من اوميغا اما قالك اما فيها ب ولا ام هنا ما عنديش ب هنا عندي ام يعني هذه آن للا بي ا ان لا لا ب ا ب ك ب ام ب ان ك ب ك ام لان عندي ام وهنا عندي بي ام ا ام بي ام ك ام ان ام بي ان ام هذو هما اذا بي واحد يساوي ا ام ب ا ب ك ب ام ب ان ك ب ك ام ا م ب ك ام ان ب ام, أم. نحسب ايش من العدد عندي واحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره إحداش، 12 عشر نسينا واحده N-M, N-M, N-B, M-N, M-K, M-B, M-A, K-M, K-B, B-N, B-M, B-M, B-K, B-A, A-M, نسينا هذه الاولى ا لان فيها حرف ب بي نسينا ا بي نزيدوها هنايا وبالتالي واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش 12 تلتاش أربعتاش وبالتالي يساوي أربعتاش عنصر إذا بي دو أو اثنين يساوي عدد عناصر أو اثنين اللي هي أربعة على عدد عناصر أوميجا اللي هي عشرين اللي يساوي هذه نختزلها تقسيم اثنين يعطيني سبعة على سبعة على عشرة أربعتاش تقسيم اثنين تعطيني سبعة عشرين تقسيم اثنين تعطيني عشرة وبالتالي احتمال احتمال ظهور كلمة تشمل حرف ب أو أم هو يساوي سبعة على عشرة هكذا نكون وصلنا الى نهاية التمرين وان شاء الله تكونوا فهمتم معايا هذا التمارين بسيطة انا راني نبدا بتمارين بسيطة ثم ننتقل الى تمارين اصعب يعني نروح وحدة بوحدة ان شاء الله تكونوا فهمتم معايا الى هنا نصل الى نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد سلام